بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا الفوز وين يطلع لنا المورال، وين فتنا في مرحلة شوية صعبة وين خسرنا وتعادلنا مرتين في استادنا وفي الأربعة. الحمد لله وين اليوم كنا منهزمين 1-0 وعاود ولينا في النتيجة وزنا ضعفنا النتيجة وين ربحنا المباراة. وفضل ثاني يولي الانصاري مساكين شغل قعدوا معنا حتى الدقيقه التاليه، ماغري ماركاونا بيتزعفوا وقعدوا معنا حتى الدقيقه التاليه. احنا ان شاء الله بربي نديروا اللي علينا في المباريات القادمين، وهما ثاني ان شاء الله يزيدوا يساندونا وان شاء الله نفرحوهم باذن الله. هي شوف ديبي د ماتش ما كان ساهل، مام هما كانوا بيان اون بلاس، سي بور سا حنا بريمي طون مشينا شويه بالون، ما جاونا فرصتين ولا ما شغل ما سجلناش فيهم. الحمد لله الدوزيام ميطون وين طحنا على لادفيرسير وكانت كاينه نتيجه، هي ما خدمناش عليها بصح الحمد لله يا ربي باينه بلي كي تجي بال دوزيام بوطو بصاحبك غادي باين بلي يردها في الباكي، سي بور سا دير ريميز تقدم الحمد لله. باينه باش تمركي في الدوزيام بيت في لي ديرنيير مينيت باينه بلي ماشي ساهله، والحمد لله من قلت لك ولينا في النتيجه بعد ما كنا منهزمين، والحمد لله في الدقيقه التاليه رانا ربحنا وفزنا بالمباراه. ان شاء الله بربي هذا الهدف ان شاء الله يجيب لي الثقه وان شاء الله مزيد من الاهداف باذن الله. دزاير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.